700 جندي بريطاني إلى قاعدتها العسكرية في قبرص، وبوارج وطائرات وهليكوبتر حربية في مياه المتوسط. بريطانيا حشدت عسكريا استعدادا لإجلاء رعاياها من لبنان عند الحاجة ولأي دعم عسكري إذا ما توسعت الحرب في الشرق الأوسط. ورغم تحذيرات الحكومة البريطانية المتكررة لرعاياها وحثهم على المغادرة خلال الأسابيع الماضية، بقي قرابة 10,000 بريطاني في لبنان. أدعو مجددا لضبط النفس وخفض التصعيد على الحدود بين لبنان وإسرائيل. أدعو كل الأطراف للتراجع عن الهاوية. بريطانيا تحاول تفادي تكرار تجربة إجلاء رعاياها الفوضوية من أفغانستان، فوضعت بوارج من أسطولها البحرية على أهبة الاستعداد. HMS دانكن و RFA ماونتس باي بوارج راسية في شرق البحر المتوسط، إضافة إلى بعض الجنود البريطانيين الموجودين في لبنان. ورغم أن بريطانيا تفضل المجال الجوي لإجلاء رعاياها ومطار رفيق الحرير الدولي لازال مفتوحا، إلا أن الحكومة قلقة وتتجهز للتصعيد العسكري وإقفال المطار الوحيد في لبنان.